أن تعيش في ظلام حتى لو كان اختياريا فالأمر ليس بالسهل، فكيف لو كان مسألة حياة كاملة من عدم الرؤية؟ قرية الكدمة أو ما تعرف بقرية العميان الواقعة في ضواحي محافظة لحج، يعيش أغلب سكانها في ظلام إجباري نتيجة ما بات يعرف بالمرض الوراثي. رأينا هم بصراحة بحاجة إلى دعم ولفتة من السلطة المحلية وكذلك المنظمات المدنية والمنظمات الدولية، ونتمنى من السلطة المحلية النزول وتلمس هموم المواطنين في هذه القرية المجاورة خلف قرية الفيوش. يرجح الأهالي هنا انتشار الإصابة بالعمل لسبب وراثي ناتج عن زواج الأقارب، ليحتموا عليهم البحث عن زيجات أخرى لتجنب هذا المرض. والله لحد الآن لم يعرف سببه، إنما هو من تزوج من الأقارب هو يعني يكون يظهر فيه، أما المكفوفين اللي تزوجوا من خارج الأسرة، حتى المكفوفين تزوجوا من خارج الأسرة أولادهم على حمد الله سليمين من كل شيء. فقدان البصر ليست المشكلة الوحيدة في هذه القرية، فتوقف أحد مصادر الدخل عن هذه الشريحة كالإعانة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية وعزوف الكثير من المزارعين من الاستعانة بالمكفوفين، كل هذه الأسباب شكلت واقعا يعيشه مواطنون لا تتعدى أمنياتهم حدود لقمة العيش الكريم والإقامة الطيبة. كأن محتاجين إلى تنمية الثروة الحيوانية، لأن المكفوفين يستطيع المكفيف يعمل في الثروة الحيوانية ولا يستطيع أن يعمل مع أحد من المزارعين، لأن المزارع لا يقبل الكفيف يعمل معه. تعاني هذه الأسر من شظف العيش، فكانوا مشكورين مأجورين في تقديم المواد الغذائية إضافة إلى تقديم خزانات مياه شرب، كون القرية هذه تعاني من عدم وجود مياه شرب. نحو 96 أسرة من قرية بير الكدمة والجبالية يعيشون تحت خط الفقر وشحة المياه، مع انعدام شبه تام لشبكة الطاقة الكهربائية والمواد الغذائية في ظل غياب أي دور للسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.